الجزء الثالث أو الرابع من المحاضرة بدنا نحكي عن زنار organization and conference. هلا لو أنا شو بدنا نسأل شو يعني الالتزام بزنار؟ هون هلا بدنا نسأل بدنا نعمل شوية حوار. شركة جوال هل لازم تلتزم بزنار؟ إذا إيش يعني تروح سيرفيس؟ إذا بدها إيش معلومات مثلاً؟ يعني إذا بدها معلومات من الدولة أو بدها تعطي معلومات للدولة إجباري لازم أو مش إجباري؟ بالقانون على فكرة طلع صدر قانون من رئاسة الوزراء الالتزام بزنار إجباري. إجباري. فلا متهم عليكم ولا بتفهموا علينا في جوال أو في وطنية أو في وزارة بعرفش أي شركة إلا إجباري تلتزموا في هذولا المسميات والأنتولوجيز والآد للسيرفر و و و و إلى آخره. فعلى فكرة يعني بالنسبة للوزراء الالتزام عند تبادل البيانات إلكترونيا أو ورقيا مع مؤسسات حكومية لما يشتروا برمجيات يعني معنى آخر لما أي شركة تنزل عطاء مع الحكومة ينتبه لها أي شركة تنزل عطاء نفذ إشارة حكومة أصبح الآن إجباري إنهم يلتزموا إجباري يعني هذا صار جزء من العطاء إنه بتلتزم معلم إذا بيصدروا أي خدمة على الويب الوزارات يعني أو بيعطلوا خدمة تلتزم المؤسسة المصدرة بتسجيل هذه الخدمة حسب المواصفات المقررة من قبل لجنة زنار لازم تسجلها عند استخدام برضو ويب خدمة ويب يعني هون ويب سيرفيس على فكرة المقصود عند استحداث سجل أو إذا أي وزارة بدها تمشي قاعدة بيانات جديدة لازم كمان تروح تسجلها قاعدة بيانات هلا لجنة زنار طبعا مسؤول في لجنة قانونية يعني قانونيا في صار لجنة أنا برجيكم أسمائهم مسؤولين عن هذا الموضوع هاي مهمتها. طيب كمان مرة هل يجب على الشركات والبلديات والجامعات والبنوك تتبنى زنار مثلا أو القطاع الخاص؟ نعم إذا أرادت تبادل بيانات مؤسسات حكومية لا ولكن ريكومندد إذا أرادت تبادل بيانات فيما بينها يعني ما هي اسمع إذا النجاح بدها تبادل بيانات مع بير زين مضطرين يروحوا ايش يساووا زنار لحالهم صح؟ مزبوط؟ فهلا موجود فصار هلا الكل يستعمل مثلا في اللوك اب تيبلز هاي المسميات انتهى ففي يوم من الايام بدك تبادل بيانات مع الحكومه بدك تبادل مع غيرك فحتى اذا بدك تبادل بيانات مع غيرك انساك من الحكومه بدك كمان ايش؟ اطار تبادل البيانات او مع المستشفيات شركات التامين كل هاي القضايا فلانه في مواصفات التسميات لازم تكون موجوده هل المواطن بيستفيد من زنار؟ اكيد كيف؟ خدمه عامه بتكون سريعه جدا اقل ما فيها بس المواطن ما بيشوف زنار نفسه المواطن بيشوف وزاره المواصلات مثلا لما تقدم خدمه للمواطن عبر الانترنت المواطن ما بيشوف زنار عمليا هو بيستفيد من زنار بطريقه غير مباشره هو زنار هو اللي مكن وربط الوزارات هو نفسه مش خدمة زنار نفسه مش خدمة هو الوسيلة ملاحظين بس بدون يعني هلا على فكرة إذا بتعرفوش انتوا أعطيكم خبر أعطيكم أكثر من خبر والشرطة هم ماشيين وراك في السيارة بيكونوا عارفين بتصل على مركز الشرطة بقول له رقم السيارة 1 2 3 4 أنا اللي بكلمها تعال لأنه مربوطة الشرطة مع المواصلات مع الداخلية على فكرة مع المحاكم هاي واحد هاي واحد اثنين مربوطين هذول اثنين خذ مثلا شركات التأمين مع المواصلات مربوطين كل شركات التأمين مربوطين بين بعض إذا بتروح تأمنوا عليك إشي تغير الشركة تغلبش حالك هي نفس الداتا بيس عندهم يعني بحط رقم هيتك بطول لأنه له حق قانوني يشوف ملفك التأمين لاحظين مع المواصلات مع الآخر
فهذول موجودين موجودين. طيب اللجنة رانيا ناصر من وزارة، بدي بس أقرأ أسماء لجنة زمان في النهاية. في عندنا رانيا ناصر، هدى الحيدي، بلال كامل، زياد عليان، أمية حرشية، سماح عايدي، عماد أبو خديجي، حياة عطاوني، شادي جرادات، أمجد حرب، مصطفى جرار، جمال أبو شنب. أنا دوري على فكرة أجل في بينهم مع فكرة بلال فراج كمان، وخلينا نطلب محمد التميمي، سليمان عمارني، علي الحلو، جاسم الرماوي تبدل صار هلا، ماجد عواد، أي عواد، أنور جبر، في كمان بلال فراج، بس أنا دوري هنا نولج إكسبرت، مش بحضر بعض الاجتماعات. في أكثر من فريق بس لعلمكم، في إشي مسؤول عن